والله فقنا الصبح يعني، وركبت هالموتور ورحت على مكان الأرض. الأرض كان فيها الجيش، والأرض يعني على أساس إنه شالوا منها الألغام. فأنا رحت يعني عبركش السجرات، وصلت لحرف السجرة وفجر فيه الغم. يعني ما حسيت إلا أنا بالأرض، فطلعت يعني على وضعي، جسمي كله دم. فطلعت على رجلي لقيتها مبتورة كلياتها. قبل الإصابة كانت مهنتي أشتغل بسوق الخضرة، يعني بسوق الهال، تحميل تنزيل. كان في أقدم لزوجتي ولأولادي، كان في يعني إنه ما بحاجة حدا، بس أشتغل بأي محل. فاليوم أنا بسبب الإصابة يعني خلص ما بقى أحسن أشتغل، ما بقى أحسن، صرت يعني صار معي حالة نفسية بالفترة الأخيرة. يعني حس حالي إنه ما بقى صير شيء، يعني بالنسبة لهاي الحياة ما بقى اللي أعيش فيها أبدا أبدا. يعني اليوم عندي إنه معيشة أطفالي وأولادي ألزم من إنه أركب طرف، وبنفس الوقت بريد إنه يكون عندي طرف مشان أحسن أمشي عليه وقاوم بهاي الحياة. أتمنى يعني من خلال العمل، من خلال إنه أمن لهم مستقبل كويس، لحتى إنه يكون مستقبلهم أفضل من المعيشة اللي أنا بعيشها اليوم.